تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية، صوت القاهرة في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلماني يحييكم. السلام عليكم. واحد الدبلوماسية الرئاسية 2015. كلنا شفنا مراحل متعاقبة من الدبلوماسية الرئاسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي. شفنا الرئيس هو قاعد مع الرئيس أوباما، مع الرئيس بوتين، مع قادة أوروبا، مع قادة الصين. الجولة اللي بعديها كان هنا رئيس السودان، رئيس تشاد، علشان الملف الليبي بالأساس. في كلام قوي جدا مع تونس، مع الجزائر، من أجل حلحلة الوضع في ليبيا. في جولة في شهر يناير الرئيس سيزور دولة الكويت الشقيقة، وأيضا سيزور السيد الرئيس دولة إثيوبيا الشقيقة. والحقيقة أن زيارة الكويت طبيعية، إنما زيارة إثيوبيا هي مهمة جدا، لأن البعض بيقول إن إحنا نعتمد على تقارير ودراسات وسائل إعلام. لا، لازم في لحظة الوسطاء يمتنعون، ولازم في لحظة يكون في قمة مصرية إثيوبية، ولازم في لحظة تكون الدبلوماسية المباشرة والشخصية، إن القادة في البلدين يقعدوا مع بعض بالإضافة إلى الورق والوثائق والأبحاث والتقارير، لكن لازم الحوار الشخصي وجها لوجه، لأن ملف مياه النيل من أخطر الملفات في مستقبل الدولة المصرية. اتنين، التوك توك من جديد. تكلمنا امبارح في موضوع التوك توك، جات لنا رسائل كتيرة، تعليقات، وناس كتبوا على مواقع التواصل وتعليقات بعض المواقع حول هذا الموضوع. الموقف واضح وصريح، انت مش بتضيع 2 مليون مصري بيشتغلوا سواقين تكاتك، انما لازم يكون في رؤية بعيدة حضارية لهذا الوطن. مش بس يكون هدفنا ناكل ونشرب، انما الشكل الحضاري للدولة المصرية. التوك توك مظهر غير حضاري، وعربة غير حضارية. نمرة اتنين، بتدفع الى تدهور الوضع الامني في مصر. نمرة ثلاثة، مش موجودة في أي دولة متحضرة في العالم. طب إيه اللي ممكن نعمله؟ عندنا دلوقتي حوالي 2 مليون توك توك، يبقى أول حاجة نوقف استيراد التكاتك، يبقى اللي بيستور التكاتك يبطل استيراد، فنخلي العدد عند هذا العدد ما يزيدش، لأن الكلام ده اتكلمنا فيه زمان جدا، كان لسه أقل من 100,000 توك توك. نمرة اتنين، لو في مصانع أو ورش بتصنع تكاتك نقفلها، لا عايزين تكاتك مستوردة ولا تكاتك مصنعة في مصر. نمرة ثلاثة، بنجد فرص عمل حقيقية. حل مشكلة البطالة زي ما قلنا مش انك تخلي الناس سواقين تكاتك، ما بقاش في انتاج حقيقي في مصر، عايزين انتاج بجد في هذا الوطن، يبقى في هذه الحالة فرص عمل حقيقية، ونبدأ نخلي بعض الناس من سواقين تكاتك إلى منتجين حقيقيين في مصانع وشركات وفرص عمل حقيقية. النقطة اللي بعدها، اللي هيستمروا سواقين تكاتك تدريجيا نسحب منهم التكاتك ونسلمهم عربيات محترمة صغيرة. في عربيات معمولة في الهند، شركة تاتا عاملاها، صغيرة جدا، رخيصة جدا، لو لغينا الجمارك هيبقى سعرها سعر التوك توك، بدل ما هو سواق توك توك يبقى سواق العربية الصغيرة ديت اللي بتروح برضه شوارع وقرى. كمان مع خطة الرصف اللي الرئيس اتكلم عنها، أكتر من 3000 كيلو هنرصفهم، يبقى مصر كلها تقريبا بعد سنوات فيها طرق مرصوفة. فأنت محتاج عربات حضارية شيك مكان التكاتك، ومحتاج تدريجيا تحل هذه العربات محل التكاتك. إنما الأهم إن ما يكونش كل شاب في مصر، في كل قرية وكل نجع وكل عزبة وكل تابع في مصر شايف إن حل مشكلة البطالة إن يجيب توك توك بالتقسيط. ده معناه بندمر الإنتاج، بندمر الاقتصاد، بنضاعف العبء على الأمن، بنأكد المظهر غير الحضاري للدولة المصرية. لابد تكون في رؤية لهذا الموضوع، ولو تمت بعد سنوات أو حتى بعد عقود. ثلاثة، إنه القانون. فاكرين حضراتكم لما اتكلمنا قبل كده حول ما حدث بعد ثورة 25 يناير أثناء الثورة وبعدها، لما لقينا بعض اللصوص، بعض البلطجية اللي طلع سرق كرسي، واللي سرق ترابيزة، واللي لقى مروحة أخدها ومشي. شفنا صور
ومشاهد للناس اللي اقتحموا مقر الحزب الوطني أو أركيديا مول أو راحوا أماكن مختلفة وخدوا بعض المسروقات اللي كان شكلها مشين. البعض وقتها قال يا جماعة إحنا كده شكلنا مش كويس، وإحنا فعلا كده. قلت وقتها لحضراتكم إحنا مش كده، دي أقلية محدودة جدا، ولما الدولة أو الشرطة تقع في أي بلد بنلاقي الكلام ده موجود في أي بلد في العالم. حتى في أمريكا قلنا في إعصار كاترينا كان اللصوص بيسرقوا الجثث، ياخدوا منها الساعات والفيزا كارت لو لقوها، وكم حاجة ثمينة إذا لقوها بياخدوها. فإذا سقطت الدولة أو الشرطة وغياب أمني بيلاقي أبشع من كده كتير جدا. ده احنا من أفضل شعوب العالم إن احنا مرينا بمحنة غياب الشرطة، وكان مستوى الخروج بهذا المستوى المحدود من البلطجة. نموذج بقى جديد طريف حصل امبارح في هونج كونج. هونج كونج بقى اللي هي بقالها سنين طويلة حضارة وتقدم، مركز تجاري عالمي، كل الشعر بيتقال في هونج كونج. بس عربية من اللي هي بتشيل فلوس، سيارات نقل الأموال، والعربية ماشية السواق ما خدش باله، الباب اتفتح نزل صندوقين ثلاثة وقعوا على الأرض، كان فيهم 2 مليون دولار. الفلوس كلها اترمت على الأرض وتناثرت، اللي هو بقى زي السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا أمطرت 2 مليون دولار في هونج كونج. هنشوف الفيديو اللي محطت سي ان ان رصدته الناس اتصرفت ازاي. حتى اللي راكب عربية شيك، حتى اللي ماشي مهذب جدا، حتى اللي ماشي في الطريق التاني، ده فين؟ في هونج كونج. ده هنا بقى ما اتكلمش بقى على سقوط الدولة ولا سقوط الشرطة، إنما غياب القانون للحظة. فلوس مالهاش صاحب، كيف تصرف الناس في مكان يصنف أنه حضاريا في المرتبة الأولى. في أحد شوارع هونج كونج تدافع العشرات من المارة لجمع أوراق نقدية بعد أن وقعت صناديق تحتوي على مبلغ مليوني دولار من عربة لنقل الأموال. وتوقفت حركة المرور بشكل شبه تام في مشهد مثير، حيث نزل السائقون لجمع مئات الأوراق النقدية التي تناثرت في الشارع. وبينما وصلت الشرطة إلى المكان في محاولة لتطويق الأمر، طالبت جامعي الأموال بإعادتها، معتبرة أن كل شخص لا يعيد الأوراق النقدية التي عثر عليها سارقا. وقالت الشرطة إن سائق العربة أنهى رحلته التي استمرت نصف ساعة دون أن يدرك ما حدث، حيث لم يكتشف ذلك إلا عند وصوله إلى وجهته. إنه القانون، وفاصل ونكمل. روسيا 2015، الحرب الباردة لم تعد باردة. منذ أيام يمكن اللي متابعين الشؤون الاستراتيجية الدولية شافوا الفيديو الشهير اللي هنعرضه بعد شوية في عز التلج، تساقط الثلوج، الجيش الروسي في ضواحي موسكو، موسكو العاصمة، بينصب الدفاع الجوي، صواريخ الدفاع الجوي S-300، وبيستعد لأي هجوم على موسكو. بيفكرنا بأجواء الحرب العالمية الثانية لما كان هتلر بيغزو الاتحاد السوفيتي، ولكنه وسط الثلوج ما كانش قادر يقاوم أو ينجح في إن هو يغزو أكتر، فانسحب وانهزم. فالروس بيستعدوا حتى لو ظرف مواتي لجيش هتلر، وجه وقت الثلوج إزاي الروس يقدروا يدافعوا عن موسكو. الصواريخ ديت قوية جداً، اللي هي صواريخ S-300 اللي هنشوفها بعد شوية، وهي منصوبة في ضواحي موسكو للدفاع عنها. دي لو أي طيارة على ارتفاع 25 كيلو تجيب الطيارة، على ارتفاع 25 كيلو. أي صاروخ على ارتفاع 30 كيلو تجيبوا الصواريخ اللي هي S-300. في نفس الوقت ممكن يطلع 24 صاروخ على 24 هدف، إن لو 24 طيارة في الجو أو 12 طيارة و12 صاروخ يتعامل في نفس اللحظة مع كل الطيارات والصواريخ 24 هدف في لحظة واحدة. السرعة بين الصاروخ والتاني 1.5 ثانية، 1.5 ثانية فقط المسافة الزمنية بين صاروخ والتاني.
طيب الجيش الروسي لو فيه هجوم عليه وعلى موسكو، كل المنظومة بقى ديت على ما تتحرك وتجهز وتشتغل في قد ايه؟ 6 دقايق، يعني من اول الامر لغاية اطلاق الصواريخ وتحطيم الاهداف في الجو 6 دقايق من اول لحظة لغاية التعامل واسقاط الاهداف. الجيش الروسي في ترتيب عالمي للجيوش 106 دولة في العالم. نمرة 1 في العالم امريكا، الجيش الامريكي اقوى جيش في العالم. الترتيب رقم 2 الجيش الروسي، الجيش الروسي تاني جيش في العالم. الجيش المصري رقم 13 في العالم. الجيش الأوكراني 21 في العالم. كده الجيش المصري أقوى من الأوكراني، لكن طبعا الجيش الروسي أقوى بكثير. الجيش الروسي رقم 2 في العالم، الجيش الأوكراني رقم 21 في العالم. طب آخر جيش بقى في العالم في 106؟ الجيش التنزاني. جيش تنزانيا هو آخر جيش في العالم رقم 106 في ترتيب القوة. نرجع بقى للجيش الروسي، كان جيش الاتحاد السوفيتي 92، يلسن طلع مرسوم بتأسيس وزارة الدفاع الروسية وتشكل الجيش الروسي الحديث. عاملين نقلة كبيرة جدا مؤخرا لأن متوقعين ممكن تنشب حرب بين أوروبا وأمريكا، الناتو، وبين روسيا الاتحادية، لدرجة أن الرئيس بوتين قال ممكن يستخدم السلاح النووي لو بقى في خطر يتهدد موسكو أو يتهدد روسيا. ودي أول مرة كان زعيم قوة عظمى يهدد باستخدام السلاح النووي. الروس دلوقتي كأنهم فعلا داخلين حرب، مجهزين نفسهم. في بقى صواريخ تانية، احنا قلنا S-300 دي الصواريخ الدفاعية أو الدفاع الجوي، إنما في صواريخ اسمها RS. صواريخ RS هجومية تقدر تشيل رؤوس نووية لغاية آخر قارات الدنيا، دي دخلت الخدمة 2014. في بقى صاروخ عملاق أسطوري فيش معلومات عنه اسمه RS بس 28، اللي قلت لحضراتكم من شوية RS اللي بيحمل رؤوس نووية لآخر قارات الدنيا يدخل خدمة 2014، ده اسمه RS 26، إنما RS 28 ده كله سر فيش أي معلومات عنه، لكن بيقول ده هيبقى حاجة أسطورية. في غواصة اسمها يانسن، دي غواصة برضه تطلق صواريخ لغاية مداها 3000 كيلو. طب الناتو بيستعد بقى للتطور العسكري الروسي ده بإيه؟ عاملين صواريخ في الغرب بتقطع المسافة 5 أضعاف سرعة الصوت، 5 أضعاف سرعة الصوت، برضه 1.5 ثانية في الكيلومتر. ده معناه إن الصاروخ من القاهرة لطنطا يوصل في أقل من 60 ثانية تقريبا، سرعة أسطورية 5 أضعاف سرعة الصوت. ده اللي الأمريكان والأوروبيين مجهزينه لو في حرب مع روسيا. طيب روسيا مستعدة؟ رئيس الأركان الروسي قال احنا مستعدين، وسنة 2020 هنكون أقوى جيوش العالم، و70% من كل معداتنا هتكون حديثة تماما، وجاهزين لأي معركة مع أي طرف. وزي ما قلت إن بوتين قال ممكن يكون فيها السلاح النووي. لما نشوف دلوقتي الفيديو اللي اتصور للجيش الروسي، روسيا اليوم أزعته، اللي هو فيه الجيش تحت التلج نازل، هتشوفوا مشاهد أصلا مخيفة لأي حد بيتمشى أساسا أو عنده مشوار. إزاي في وسط ده مستعدين لحرب دفاعية في مواجهة الناتو أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ بيذكرنا بالحرب العالمية الثانية، ألمانيا هتلر لما غزوا الاتحاد السوفيتي ثم هزموا وسط الثلوج.
روسيا وأمريكا الحرب الباردة لم تعد باردة. وفاصل ونكمل. حين قال بعض الأغبياء أم كلثوم فلول لما قامت ثورة 23 يوليو، بعض المنافقين والمزايدين والمتطرفين ثوريا قالوا أم كلثوم فلول تنتمي للنظام السابق وكانت مع الملك والملكية، فمنع أم كلثوم أنها تغني في الإذاعة. الرئيس عبد الناصر عرف، اتضايق جدا وقال أنتوا مجانين، دي أم كلثوم، انتوا عارفين ايه اللي ممكن يحصل؟ ده الشعب يقلب الدنيا علينا. ورجع الرئيس عبد الناصر ام كلثوم للاذاعه من جديد. ام كلثوم بكره ذكرى ميلادها، هي مواليد 31 ديسمبر من السنبلاوين، ده اهليه. هي عصر من السياسه وعصر من الفن وعصر من الروعه الفكريه والثقافيه والقوه الناعمه في مصر. ام كلثوم غنت لاحمد شوقي ومع رياض الصنباطي أغاني كتيرة، كان من أبرزها أغنيتين. الأغنية الأولى هي أغنية سلو قلبي اللي غنتها أم كلثوم بعد الحرب العالمية الثانية، غنتها قبل ثورة 23 يوليو. كنا بنفاوض وقتها الإنجليز من أجل الاستقلال، جم الإنجليز بلطجوا بعد الحرب العالمية الثانية لما انتصروا وقال لك مفيش استقلال، مفيش استقلال تام، مش هيخرجوا من قناة السويس. فأم كلثوم غنت هذه القصيدة الشهيرة اللي فيها وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، يعني بالعافية مش بالتمني، لو أنت عايز تعمل استقلال وإرادة مش بس بالأمنيات إنما بالقوة بالعافية تستقل. طبعا دي كانت رسالة قوية جدا للإنجليز. الأغنية دي اختارتها صحيفة الجارديان من أهم 10 أحداث موسيقية في تاريخ الموسيقى في العالم. بعد كده غنت أم كلثوم ولد الهدى فالكائنات ضياء برضه لشوقي والصنباطي، وكان فيها بيت بيقول الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوي القوم والغلواء، وهي تخاطب هنا الرسول صلى الله عليه وسلم، كان وقتها في مد يساري واشتراكي، كان بعض بيكتب عن المصالحة بين الإسلام والاشتراكية. وقتها الأصل الملكي طلب يشيلوا كلمة الاشتراكيون أنت إمامهم، لكنها أصرت وغنت الأغنية بهذا الشكل في ذكرى المولد النبوي الشريف. الكل لا يمكن إلا أن يتذكر تلك الرائعة لكوكب الشرق ولد الهدى. المولد النبوي الشريف، الميلاد المجيد للسيد المسيح. كل عام وأنتم بخير. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.